انت عارف مين اللي فاز بكاس العالم 1986 اللي نظمته كولومبيا؟ الاكيد لا، لان كولومبيا ما نظمتش البطولة من الاساس. طب ايه الحكاية؟ سنة 1974 تقدمت كولومبيا بطلب تنظيم نسخة 1986 وبدون منافسة مع اي ملف، وفازت بحق تنظيم كاس العالم. طب ايه سبب عدم استضافة كولومبيا لكاس العالم؟ عاشت كولومبيا حالة من الفوضى السياسية والامنية والاقتصادية، خصوصا مع ميديان كارتل واللي اتشهر بتهريب الكوكايين وجماعة 19 ابريل اليسارية، وهي جماعة مسلحة. الحكومات المتعاقبة على كولومبيا وجدت نفسها في تحدي لبناء البنية التحتية لاستضافة المونديال، خصوصا مع زيادة المنتخبات ل 24 منتخب بداية من نسخة 1982. بيليساريو بيتانكور رئيس كولومبيا أعلن في أكتوبر 1982 إن بلاده مش هتستضيف المونديال، وقال: أمامنا الكثير من العمل هنا، ولا نملك الوقت والرفاهية لتحمل التكاليف الباهظة للبطولة من فيفا وأعضائها. سنة 1983 فتح فيفا باب الترشح من جديد، وفي شهر مايو من نفس السنة فازت المكسيك بحق تنظيم المونديال. ورغم الفوضى اللي عانت منها المكسيك بسبب زلزال 1985 واللي خلف عشرات الآلاف من القتل، البلد تماسكت لنشهد واحدة من أفضل النسخ وأشهرها، وفوز دييغو أرماندو مارادونا بالبطولة. كانت هي النسخة الثانية لتستضيفها المكسيك بعد 1970، وأصبح ملعب أزتيكا أول ملعب في التاريخ يستضيف نهائي المونديال مرتين، ثم لحقه ملعب ماراكانا في البرازيل سنة 2014. من المفارقات في نسخة 1986 إن كولومبيا ما تأهلتش، لكنها نجحت مع جيل تاريخي في الوصول لنسختي 1990 و1994. في 2026 هتكون المكسيك أول دولة في التاريخ تستضيف كأس العالم 3 مرات، بس في النسخة الجاية مش هتبقى لوحدها، هيبقى معاها أمريكا وكندا. كولومبيا فرطت في حلم استضافة كأس العالم وعانت مع واقع مرير، فهل في دولة تعيسة الحظ مثل كولومبيا؟